بعد ما تابعنا مع حضراتكم أهم الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح، خلينا نروح ونشوف إيه اللي هيحصل النهاردة بإذن الله من أخبار وأحداث، كمان الماتشات المهمة اللي هتتلعب في دوري أبطال أوروبا. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، مسارح البيت الفني هتستقبل جمهورها بتسع عروض مسرحية بالقاهرة والإسكندرية ابتداءً من النهاردة تاني أيام عيد الفطر المبارك. بتقدم فرقة المسرح الكوميدي عرضها الناجح حلم جميل على المسرح العائم الكبير بالمنيل الساعة 8 بالليل. فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة هتقدم عرضها الجديد كاندي كراش بحفلتين في نفس اليوم الساعة 2 الظهر والساعة 4 العصر على مسرح الحديقة الدولية. في الإسكندرية هتقدم فرقة مسرح الإسكندرية عرض لسه فاكر على مسرح لسيل الحرية الساعة 8 بالليل. لعشاء الكرة الأوروبية موعدهم النهاردة مع مباراة مهمة في جولة الإياب في الدور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا اللي بتجمع ما بين ليفربول الإنجليزي وفياريال الأسباني، وده هيكون الساعة 9 بالليل.